صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. وحلقتنا اليوم بالتأكيد سنستمر فيها بالحديث حول أحداث الدوري وانطلاقة جولة جديدة من دورينا، الجولة الرابعة، المباراتين اللي لعبوا اليوم. نحاول إن شاء الله ناخذ تحليلهم فنيا تحكيميا من خلال ضيوفنا اللي نرحب فيهم ومحللينا علي مين، اللاعب السابق اللي مبارك للفوز اليوم كابتن احمد موسى اللي لا يزال مصيف، بجانبه المشتين طبعا الثلاثه، المدرب الوطني كابتن محمد الفريتشاوي والمحلل الرياضي ايضا كابتن محمد. على اليسار نتشرف بالزياره الاولى والظهور الاول يمكن تلفزيونيا من فتره طويله، ونشكره ان لبى الدعوه. يمكن يظهر بعض اللقاءات الجانبية، بعض اللقاءات اللي من خارج الاستديو، لكن داخل الاستديو هذه أول زيارة له على مستوى يمكن قنوات الرياضية والقنوات التلفزيونية، أحد نجوم الجيل الذهبي والعصر الذهبي لفريق الفيحيل، أحد أيضا نجومنا في التدريب مدرب الوطني كابتن إبراهيم عبيد، ونشكره على تلبية الدعوة. وان يعني فقدنا عزبته اليوم، عزبه طيبه، ترى اللي يروح عند ابو حمدان يقول له وين العزبه، عاد ابشر يبشر بالسعد، هل الدله الطيبه والتمر والشغلات الطيبه، بس ما عنده قهوه شماليه صح؟ لا ما في، ما في قهوه، لا ما في قهوه عاديه، هالقهوه ما يشون يشربونها ابو حمدان صراحه، لا لا اسبريسو شماليه واللي يشربها هذا صراحه لا ما ثلاث ايام ما ينام. طبعا نرحب ايضا باخر الحضور، نبارك له الفوز طبعا ابو حمدان، نقول له هارلك. واخر الحضور اللاعب السابق ومساعد مدير عام جهاز الكره في نادي كاظمه سابقا اخونا صالح العنيزي، حياكم الله يا اخوان، صبحكم الله بالخير ومشكورين على تلبيه الدعوه. اللي حاب يشاركنا ارقام هواتفنا موجوده على الشاشه، ادري الجماهير العرباويه الكظماويه يعني مختلف الجماهير اللي حابه تشارك حياها الله معانا. شكر لرعاتنا وداعمينا شركه ونرز العالميه معقمات هايجين ومياه بيرين، شكر لاطياب القمه، شكر لشركه اتش واي سي ام الشركه الاولى في التداول عبر سوق فوركس العالمي، الشكر ايضا لمعرض الوجاهه للاقمشه، شكر لديرندير، شكر لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوفوزيوس في الكويت، شكر لمعرض اسد للملابس الرياضية، والشكر لمتادور ديزاين. طبعا قبل لا نبدأ في حدث اليوم حصل لابد نتطرق له ولو بشكل بسيط وسريع، مع أنه حدث كبير ويستحق بالتأكيد حلقات، لكن هذا الحدث بالتأكيد حدث سياسي، فبالتالي سنسلط عليه الضوء بشكل سريع. ما حصل اليوم يهمنا ككويتيين أكيد، يعني تعرفون يمكن بداية اختلاف وجهات النظر بين الأشقاء في دول مجلس التعاون، تحديدا يعني الاخوان في السعوديه وقطر والامارات والبحرين، يمكن احنا في الكويت وعلى راسه طبعا القياده السياسيه حضره صاحب السمو الراحل طيب الله ثراه الشيخ صباح الاحمد واخوانه القياده السياسيه، كان يهمهم لم شمل الاسره الخليجيه، وكانوا يحرصون دائما على ان اي اختلاف في وجهات النظر يجب ان يحل باسرع وقت ممكن. فاليوم لما نشوف اي تجمع خليجي، لما نشوف اي فرحه خليجيه تفرحنا احنا ككويتيين وتفرح بالتاكيد القياده السياسيه ما في شك. فاليوم ما شاهدناه صراحه من صور اسعدتنا وافرحتنا، يمكن بعض الكويتيين وما ما ما ابالغ ان اقول هالكلمه صراحه، يمكن بكوا من الفرحه وهم يشوفون هذه اليمعة الطيبة وهذه الزيارة الأولى لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ تولي ولاية العهد في المملكة العربية السعودية إلى دولة قطر الشقيقة. وشفنا أيضا اجتماعه وحضوره مع سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر. فالله يديم هالتجمع، الله يديم هاليمعة، الله يديم هالعلاقة الطيبة بين أبناء دول مجلس التعاون. كل الشكر لهالزعيمين الكبار اللي يعني خلينا نقول تساموا على كل الاختلاف في وجهات النظر والجمعة الطيبة والابتسامة والسلام واللقاء الحلو، أفرحنا بصراحة. وأرجع وأكرر هذه الصورة وهذا اللقاء أبكى كثير من الكويتيين من الفرحة صراحة. فالله يديم
هالعلاقه الطيبه بين دول مجلس التعاون. شكرا لسمو الامير الشيخ تميم، شكرا لسمو العهد الامير محمد بن سلمان على رسم الابتسامه على وجوه كل ابناء دول مجلس التعاون من خلال هذه الجمعه الطيبه، والله يديم نعمه الامن والامان والفرحه على دول مجلس التعاون. عموما قبل لا ابدا، ايضا امس يمكن تكلمنا عن موضوع واستاذن من الاخوان لكن بشكل سريع لان هذا طلب اخونا الدكتور خالد الشرجي، واعتقد هو حسب ما اعرف المدير الفني في الاتحاد الكويتي كرة اليد. انا ذكرت معلومه، قلت ان نما الى علمي ان الاتحاد الكويتي لكرة اليد سيزيد عدد الفرق في الدوري الممتاز الى 10 ويقلل عدد الفرق في الدرجه الاولى الى 6 بحسب المعلومه اللي وصلت لي، عشان النادي العربي بيطيح درجه ثانيه فقرروا تغيير هذا النظام. ف الأخ الدكتور خالد الشرجي مشكورا حب يوضح أو يرد على هذه النقطة. بداية دكتور نعزيك بوفاة والدك ونسأل الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته، حياك الله يا دكتور. الله يحييك بسعود وجزاك الله خير على التعزية، ورحب فيك ورحب في الأخوان الكباتن اللي موجودين كلهم في البرنامج. وبس حبيت هالمداخله هذه لتوضيح بس دكتور قبل لا توضح دكتور، ما عليه، لا ابي اطلعك شويه برا الموضوع، لكن بحكم انك انت ايضا مدير فني وايضا متخصص في كره اليد، اليوم اعتقد كل اخوان اليوم الرياضيين غير المحبين لكره اليد وحتى محبين لكره اليد شافوا فيديو لخالد الغانم رئيس نادي الكويت والاجتماع اللي حصل مع الاتحاد مع المنتخب الكويتي والكلمات التي ذكرها اخونا ابو محمد للاعبي المنتخب. فاليوم انت رايك في رده الفعل، هناك طبعا من ايد هذه التصريحات من محمد وهناك من عارض، وهذا امر طبيعي يحصل في كل حدث رياضي. هل انت يعني وجهه نظرك الشخصيه والفنيه مع هذا الاجتماع وهذه الكلمات اللي حصلت او خرجت من اخونا ابو محمد ولا ضدها؟ أول شيء بالنسبة للفيديوهات اللي انتشرت، يعني أنا استغرب من ردة الفعل خلينا نقول الشديدة اللي صارت في الشارع الرياضي على تصريح السيد رئيس نادي الكويت خالد الغانم. فقط هو ترى يعني الاجتماع اللي صار كان بحضور رئيس أو مدير عام الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح، أمين سر اللجنة الأولمبية الأستاذ حسين المسلم والكابتن حسين المسلم، رئيس نادي الفحيل، رئيس نادي العربي ورئيس نادي الكويت، وكل واحد فيهم وجه كلمة لإخوان اللاعبين، شد من أذرهم وشجعهم وحفزهم يعني لبذل المزيد من الجهد والظهور بصورة مشرفة في البطولات القادمة، البطولة الخليجية والبطولة الآسيوية. ولكن المستغرب أن تم استقطاع تصريح السيد خالد الغانم رئيس نادي الكويت فقط واخذ هالضجه هذه، وهذا شيء طبيعي بسبب الصراعات اللي يعني مستمره في الوسط الرياضي للاسف، واللي احنا يعني احنا كاتحاد او احنا كمسؤولين عن المنتخبات الوطنيه لا ما لنا لا ناقه ولا جمل فيها يعني. نعم، يعني انت رايك ان تصريح عادي وما يستحق هذه الضجه؟ ما يستحق. وانا الامانه يعني تابعت مع مدير الفريق ومع مدرب الفريق وسمعت من اللاعبين نفسهم، يعني الكل الأمانة يعني يشكر جميع الحضور، يشكر مدير الهيئة والأشخاص كلهم اللي موجودين بما فيهم أبو محمد رئيس نادي الكويت على يعني دعمهم ومؤازرتهم للمنتخب. طيب خلينا ننتقل إذن للنقطة اللي كان في لك تعقيب عليها، تفضل دكتور. بخصوص التصريح أو التعليق اللي طلع منك مسعود أمس بخصوص نعم. تغيير نظام الدوري من 8 فوق و8 تحت الى راح نزيد عدد الفرق 10 في الدوري الممتاز و6 في دوري الدرجه الاولى، الامر هذا لم تتم مناقشته نهائيا داخل اروقه الاتحاد سواء من ناحيتنا احنا كوجهه نظر فنيه او من ناحيه لجنه المسابقات او في مجلس الاداره، لم يتم التطرق الى هذا الموضوع نهائيا. وحتى لو كان في يعني تغيير في المستقبل من المستحيل انه يكون في وسط الدوري. نعم. يعني احنا بعد نهايه الموسم راح نطرح السلبيات ونطرح الايجابيات ونتناقش
نشوف مستوى الدوري، نشوف شنو الافضل للموسم القادم، ممكن بعد نهايه الدوري، لكن بنص الدوري نغير النظام لمصلحه فريق على فريق اخر، هذا الامر لم يحدث اطلاقا. حلو حلو، شكرا على التوضيح دكتور. في شيء تبي تضيفه ايضا حول سواء الدوري او منتخبنا وكل ما يتعلق في كره اليد؟ والله نتمنى يعني معازرتكم مثل ما تطرقتوا لهذا الموضوع واثرته. نعم. يا ابو سعود في قفشاتك نما الى علمي، نتمنى دعمكم للمنتخب المجدد للامانه، مقبل على مشاركات مهمه، مشاركه في البطوله الخليجيه والبطوله الاسيويه، تصفيات كاس العالم، نتمنى منكم شويه توجيه الدعم. لا احنا ندعم، بالعكس احنا ندعم منتخبنا دكتور، بس لما نشوف شيء غريب بعد ما يصير دكتور. يعني انت الحين مشكور انك نفيت هذا الامر وهذا شيء طيب وتشكر عليه. يعني النقطه الثانيه، ما يصير منتخب 12 لاعب من نادي واحد وهم كلهم لاعبين يد، 6 لاعبين، 12 لاعب من نادي واحد دكتور، شو يعني ما تبينا نعلق بعد دكتور؟ هم ما يصير يعني. ثق بالله يا ابو سعود ان ال 12 لاعب وزملائهم، في 12 لاعب غيرهم، احنا 24 لاعب من انديه اخرى، ثق بالله ان ال 24 لاعب هذيلا احنا مو لا دكتور احنا لا تفهمني غلط دكتور، انا ما ابي اطول على الاخوان المحللين، لكن هذه نقطة مهمة عشان توصل حق الاخوان في الاتحاد. احنا مو ضد اللاعبين ولا يعني نسيء لهم ولا نقلل من شأنهم ولا نقلل من اختيارهم، لا بالعكس، بس انا قاعد اوضح لك ان اشوف يعني مدى مستوى كرة اليد في الكويت، اللي 12 لاعب اللي الاحتياط والاساسي بنادي واحد ماخذينهم المنتخب. يعني هذه انت شايفها بدولة ثانية يا دكتور؟ انا ما اعتقد، انت رجل متابع ولاعب يد وتعرف باليد اكثر مني، هل عمرك شفت انه من نادي واحد ياخذون الاحتياط والاساسي يودونهم المنتخب دكتور؟ ما تصير. صارت بكرة القدم سنوات متعددة، تبي اذكر النادي ولا؟ لا اذكر دكتور، بس القدم بالنهاية ترى 22 لاعب، 11 لاعب داخل الملعب، ما اخذوا ال 22 لاعب من نادي واحد دكتور. شنو؟ لا الكلام مو صحيح. شنو؟ ما تقاس بالعدد. لا ما تقاس بالعدد، كلام كلام الدكتور صح. انت لما تاخذ من نادي واحد 13 لاعب او 14 لاعب، نصهم احتياط ما يلعبون، وتاخذ المنتخب، هاي نفس العمليه. يعني هناك غلط، انت تسوي نفس الغلط. بس مو غلط، انت هذاك صح. انت ماخذ يعني. انت ماخذ 6 لاعبين هذاك صح ولا ما صح؟ انت ماخذ 12 لاعب. لا عشان بفهم انا، إيه قبل غلط ولا صح؟ لا صح، لان هذول موجودين، هذول افضل لاعبين. والحين صح. والحين صح لان افضل لاعبين. اليوم 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 مو شلخته الشيخ طلال ايام قاعد يجهز لاعبين. انا قاعد اتكلم عن مين الحين؟ ايام الشيخ طلال مو كان هذا لا 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 عايشه لا لا شوف كان يقولون ياخذ لاعبين ناديه عشان يهيئهم حق المنتخب حق النادي. شوف. هذا كلامهم مو كلامي دكتور. ابو عايشه اليوم احنا الحين صار صح يوم صار هنا الحين صار صح. الله سبحان الله، انا ابو عايشه شوف قلت سبحان الله، الايام تدور كان اللي يسويه الشيخ طلال غلط الحين صار صح سبحان الله. تفضل يا دكتور اختم معك. تفضل اختم انا معك. احنا لا نتكلم عن امور يعني ندخل بالصراعات مره ثانيه. اللي عندك الاخوان كلهم فنيين، احنا خلينا نتكلم من وجهه نظر فنيه. اذا انت مسؤول عن منتخب او مسؤول عن نادي وشفت لاعب حتى لو كان احتياط بناديه ولكن يفيدك، تعتقد انه من وجهه نظر فنيه انه افضل من اللي موجودين اساسيين بانديتهم، هل تضمه الى فريقك ولا ما تضمه؟ تضمه طبعا دكتور. دكتور لا انت مو فاهمني دكتور، ترى حتى ايام الشيخ طلال الله يذكره بالخير، ترى يعني على بالك هذا مثلا كان صح، ترى الدورينا كان بين منو قادسيه والكويت صح ولا مو صح؟ كان دورينا ال 12 لاعب اللي تفضل فيهم ابو عايشه 13 لاعب لاعبين القادسيه، والمنافسه دوري بس الكويت والقادسيه، ننطر مباراه الكويت والقادسيه، دوري 15 نادي و14 نادي ننطر مباراه الكويت والقادسيه. الان نفس الشيء في اليد، دوري بس نادي واحد والفرق الثانيه التهاوش على المركز الثاني، يعني على الاقل بالقدم كان في ناديين يتهاوشون على البطوله، الحين باليد نادي واحد يتهاوش على البطوله يا دكتور. خل والله ماني متشعب في امور ثانيه ابو سعود، ولكن يعني ما نبي نبخس حق ال 12 لاعب او ال 12 لاعب الاخرين من الانديه الاخرى. نعم. كلهم عيالنا وكلهم يمثلون المنتخب الكويتي ونتمنى لهم التوفيق. اللهم امين. اللهم مشكور يا دكتور، شكرا على التوضيح، شكرا على يعني صعد صدرك تحملتنا شوي برده الفعل.
بنتقل بعلق ما عندي وقت والله لا لا بس في نقطة ما طف الحين ليش العالم حتى باليد الطالع الغدم نادي الغاتسية قول حق ابو عايشة يعني قاعد تقول لا 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 يعني قاعد اقول احنا ذكر انت قاعد تقول عالميا وباي دولة وشنو صار قاعد تتكلم انت يقول لك صارت شنو صارت صارت بالغدم يعني كل الناس كلها قاعد طالع نادي الغاتسية انزين مو راح الشيخ طلال ظلوا نفس اللاعبين هم ياخذونهم عدل ولا مو عدل نعم لا مو عدل مو بالكثرة لا لا بالكثرة لا بالكثرة واكثر نادي قاعد ياخذونه نادي الغاتسية نادي الغاتسية طول عمره من عمر كل عمر كلهم نادي الغاتسية سبع لاعبين كلهم وعد لك وعد لك وعد لك اسامي مو العدد مو العدد اللي احنا نتكلم عنه شوف نادي الغاتسية ما نختلف عليه من عمر الدنيا من الستينات والسبعينات وهو اكثر نادي يعني يغذي المنتخب غلط الكويت غلط كانوا سبع لاعبين بالثمانينات بالثمانينات خليني اقول لك غلط لا خليني انا خليني في معلومتك غلط يا جماعه لا تشعر تكون عندنا مباراتين والله بالثمانينات سبع لاعبين لا 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 هو مو بطل سبع لاعبين بالثمانينات الفريق مو بطل شوف غلط بالثمانينات وكاس العالم كانوا ثمانيه من كاظمه كانوا أربعة أو ثلاثة مغاتية وين ثمانينات ثمانينات كاس العالم أكلمك عن كاس العالم حق البطولة حق كاس العالم كاس العالم 83 خلينا نوصل معلومة صح لا لا عايشة لا لا الوصل أنت تقول سبعة ستينات سبعينات لا بالثمانينات كانوا أربعة مغاتية لا لا كانوا وين أربعة مغاتية يا رجل إذا فيصل فيصل فاروق الدخي جاسم حمد محمد سعود محمد يا عيسى يا أخي تكفى لا تقول يا جاسم تكفى تكفى لا 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 وايد 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 سبعة ثمانية لا تكلم لا تقول سبعة ثمانية والله سبعة كاس العالم رحنا مو سبعة ثمانية عزيز حسن وغيره سبعة ثمانية عزيز حسن منو سبعة ثمانية ما تكاظم منو سبعة ثمانية يلا طلع كاس العالم لا تحكي بس تبي تحكي لا لا مو بس تحكي لا لا تسولف انت قاعد توصل معلومة لا معلومتي صح 100% صح لا 100% صح والله غلط والله 100% صح العظيم غلط وكل العالم كلها تسولف يمكن ما لحق على ذاك الوقت يمكن انت ما لحق يمكن انت ما لحق على ذاك الوقت انا اتحدى أربعة خمسة بس لا أربعة خمسة كانوا ثمانية أنت بين قوسين الغاتسية لا ثمانية والله طيب كانوا والعالم تسولف عنها ذاك الوقت كاس العالم ثمانية وريال أبو حمد كان يمكن من هذاك الجيل كانوا ثمانيات مو ماخذين ولا بطولة كاس العالم ثمانيات الغاتسية مو ماخذين بطولة مو ماخذين كاس العالم كاس العالم بطولة ما تكلم عن كاس العالم ثمانية أنا قاعد أتكلم عن ثمانيات هو ما يتكلم عن كاس العالم يا أبو اسمع أنا قاعد أقول لك شوفني قاعد أقول شوفني قاعد أقول شوفني قاعد أقول أنت قاعد تقول سبعة ثمانية من قاعد أقول في الثمانينات ما قلت كاس العالم قلت الثمانينات بالثمانينات إيه؟ ثمانينات سبعة ثمانية من الغاتسية والغاتسية مو بطل والغاتسية بالثمانينات ما أخذ ولا بطولة إلا 89 يا أبو حمد يا رجل بايد الحداد فيصل الدخيل جاسم يعقوب عزيز حسن أقوى بطولة شفيك وصلناها وصلناها كاس العالم ما في غير ما في غير استنى اسمع أكلت بطولة وعايشة ترى غلط فهمتك غلط يعني جاسم قاعد أقول لك إيه قاعد أقول لك انا هذا النجوم يعني حبيبي الحين انا تسمع كلامي انا ايش قاعد اقول ما خلانا نتكلم نسولف وقاعد اعطيك معلومات غلط المشكله كاس العالم لا تصح بعد كاس العالم لا تصح كاس العالم المشكله ايش قاعد اقول القادسيه طول عمره هو اللي يغذي منتخب الكويت بغض النظر عن مستوياته وهو بطل مو بطل القادسيه بالثمانينات ترى اكثر فريق 14 مو قاعد يقلل من القادسيه احسن لاعبين يقول خيارات هم الافضل احسن افضل لاعبين القادسيه قاعد يروحون المنتخب وحتى لو ما كانوا بطل تفضل محمد انا اسف شوف اللاعب يعني كاختيار للمنتخب مستوى الفني هو اللي يفرض نفسه بالضبط يعني ما له علاقه اذا كان يعني اتكلم على اختيارات المراحل السنيه الفتره اللي طافت في فتره معينه كان اكبر عدد عندي من اللاعبين نادي القادسية يوصل إلى 8 لاعبين 9 لاعبين في فترة لا كان نادي الكويت وفي فترة كاظمة التسعينات لا حاليا العربي مراحل سنية تقريبا 8 لاعبين 9 لاعبين العربي القادسية حاليا عدد قليل يعني بالفترة اللي طافت فالجيل عن جيل يختلف ومستوى الفني للاعب هو اللي يفرض نفسه في كمية أو عدد اللاعبين اللي يتم اختيارهم للمنتخب حاليا يعني في نقطة اللي هو نادي الكويت هل اللاعبين اللي تم اختيارهم هم الأفضل لا ما في خلاف بو عندان أنا قلت يعني حق الدكتور هذا الأمر قلت هذا الأفضل لأن الدليل الدكتور هو البطل طيب شنو المقياس هو البطل وما خلصه الدكتور طيب شنو المقياس المقياس اللي هو نجاحهم في البطولة وأداء مستوى اللاعب هذا مستوى اللاعب طبعا مقارنة مع غيره من باقي الأندية بو سعود مو قصد اللاعبين بو سعود يقول منافسة بدوري ايه؟ يعني مو بس نادي واحد يعني ذكر لك بالغدم ان منافسه بين ناديين ذكر لك باليد منافسه نادي واحد
ان لما انت تخلق المنافسه بالدوري يطلع لك منتخب قوي ويطلع لك لاعبين يبدعون. هذا يرد عاد على اللي هو قوانين اللي هو الاتحاد والدعم وعمليه صحيح. اللي صحيح. هو توزيع اللاعب يعني في امور يعني نعم. انا اتصور اكبر من جسمه ما نبي اداره النادي ما يعني يبقى في امور يعني محدده بالنسبه للامور الماديه في اغراءات في 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 امور معينه يعني جاذب اللاعب انه يروح من نادي لنادي. اذا انت بناديك متوفر الامر هذا كابتن محمد لاعب ممتاز وهذا انا اقدم له عرض راح يجي النادي كابتن محمد اللي قاعد يصير نادي نادي الكويت قاعد يقدم عروض للاعبين مميزين اللي في قانونيا قاعد هذا هل هو مخالف القانون؟ لا 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 قبل اربع انديه خمس انديه خصوصا اليد عندنا كانوا ينافسون فحيل صليبيخات ايام اليد صح صليبيخات خيطان كانوا فتره خيطان كانوا فتره كان الدوري ترى مو صعوبه خاصه بكره اليد واتكلم كره السله او الطائره عدد اللاعبين قليل يعني المفروض نعم. مجالس الادارات الانديه تهتم بالالعاب هذه الجماعيه اللي عدد اللاعبين فيها قليل يعني انت تقدر تسوي لك فريق قوي في عدد بسيط من اللاعبين صحيح. بس انا استغرب انه يعني حتى باليد حاطين الغاتسية سووا الغاتسية هذا اللي يعني شدني صراحة. طيب أيه. أنا بروح لفاصل لكن قبل الفاصل أيضا خبر سريع كذي أصبح بالخير على أخونا أبو محمد مبارك الدوسري. طبعا الخبر يقول أن نادي الهلال السعودي أعلن تعاقده مع لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد سعود عبد الحميد لمدة 4 سنوات. أنا أصبح بالخير على أخونا أبو محمد مبارك الدوسري ما أدري يشوفنا ولا نايم حاليا ما أدري. نمل علمي يا ابو محمد واتمنى يعني تاكد او تنفي هذه المعلومه انت بما انك يعني هلالي وتحب الهلال. نمل علمي ان عطوا طبعا سعود عبد الحميد شارك مع المنتخب السعودي في بطوله كاس العرب اللي مقامه حاليا في الدوحه عطوه اشاره الكابتن القائد يعني والكابتن للمنتخب السعودي عشان يوافق انه ينتقل للهلال. هذا ما نمل علمي يا ابو محمد فاتمنى تفيدني في هذه المعلومة هل هي صحيحة غير صحيحة والموضوع عندك يا أخوي مبارك الدوسري. أروح لفاصل وبعدها ساعة صباحكم والله بالخير. بنبدأ اليوم حلقة مباراة العرب الفحيل يعني مع احترامنا لكاظم والشباب لكن اليوم العرب فحيل فيها امور تحكيميه ايضا عشان ما نتاخر على محللنا التحكيمي زميلنا فهد صلال تابع المباراه وعد لنا التقرير. سوى تحكيم تيبلنا هاشم قيراط التونسي أدار مواجهة الفحيحيل والعربي. التونسي أيمن محمود يسجل أول أهدافه مع العربي برأسية سكنت شباك خالد العجاجي. ما زالت موجودة ناحية اليسار إلى السنوسي سنوسي فترة لعبها السنوسي صنعها السنوسي وخطت فيها صح إلى أيمن محمود. ضغط عرباوي متواصل لتسجيل الهدف الثاني بالمقابل الفحيحيل يحاول التعديل. نقلة حلوة عيسى وليد عرضية بتمر خطرة الله ملعوبة مقطوعة بالخطأ السنوسي بعرض على المرمى الله صالح العربي بالخطأ الله. بعد العودة إلى تقنية الفيديو ركلة جزاء للعربي نفذها بنجاح الهادي السنوسي. للعربي ولا خالد العجاجي سنوسي جول جول لصالح العربي. لم تطل المدة في شوط المباراة الثاني حتى أتى ديمبلي ليسجل هدف تقليص الفارق للفحيحيل. تبديلات عديدة أجراها ظاهر العدواني محاولا كسب نقطة من فم الأسد لكن كانت الكلمة الأخيرة لحامل اللقب بفوز وحصد 3 نقاط جديدة للأخضر
رغم المطالبات الأخيرة لركلة جزاء الفحيحيل. وأحمد اليوم حكم برا. لا فرق فرق، شوف احنا كلنا طالعين يعني عشان حسب لكم بلنتي المبار... لا لا بالعكس، انا ما شفتها، بس لما ينادي الفار الاجنبي، شوف هاي مهمة، الفار الاجنبي ينادي اللاعب الحكم الاجنبي ما يقول له لا لا العب العب، نادى فعلا شفناها بالتلفزيون كلنا. انت شفت ايش صار في حسين شكناني رافع ريله وحاط قاعة اللابتشين بخشمه والولد طول اللعب قاعد ينزف، هذه شنو بعد؟ بالعكس احنا لا كنا معترضين ولا شيء، لو منتهي حتى المباراة مو لصالحنا نقول قلت لك لفريق الفحيحيل، بس التحكيم سنع. خل اللي ردوا علينا كتاب الاتحاد يقول المباراة ما فيها شيء والحكم قراراته سليمة، يعني انا ما اعتقد اكو احد، وهذا كل مرات الاتحاد يمنا قاعد نسالهم يضحكون اصلا على القرار اللي يقول ان قرارات الحكم كانت سليمة. الحكم المباراة الفاتت كان سيء، مو عارف حتى يدير المباراة، وربع زملاء كان يقول هالشيء. صعبة لأنها كانت نفسية للاعبين لعودتنا إلى الطريق الصحيح وهو الانتصارات بالفوز ووجودنا في حلقة المنافسة للدوري العام. حقيقة يعني الكل شاهد فريقنا، ما كان التقديم لكن كان التركيز أمانة من إخواني أعضاء مجلس الإدارة بالأخص أخوي عبد العزيز عاشور وكذلك الإخوان في الجهاز الإداري والفني، وهو الحصول على 3 نقاط لأن هي المنطلق والمتنفس الوحيد لوجودك تكون في طريق المنافسة، ومن ثم تعديل بعض إذا كان في ترتيبات عند الجهاز الفني، فهذا سوف يكون بينه وبين إخوانه اللاعبين في تعديل بعض الأمور الفنية. أنا أشكر اللاعبين الأبطال صراحة في المباراة، الروح القتالية لعبوها خصوصا في الشوط الثاني، وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله. احتجيت على البلنتي مع العربي. والله عشان أكون وياك صادق وأمين، يعني ماني متأكد من ضربة الجزاء، هل هي ضربة جزاء أو لا، والله ما أدري، لكن يعني احنا دائم مشكلتنا في كل حالات اللي لنا في 3 مباريات اللي طافت ما حد راح الفار شاف الكره الا في الحالات اللي علينا دائم يروحون حق الفار، لكن بالنهايه هذه كره قدم واحنا ما نشكك في الحكام، لكن بعض المرات يعني في مثل هالامور هذه تغير مجرى المباريات. يعني العربي يحقق انتصاره الثاني بالدوري في مباراه شهدت ركله جزاء رابعه لحامل اللقب بعد مرور 4 جولات من الدوري. العربي يعود إلى سكة الانتصارات بفوز صعب أمام الفحيحيل بهدفين لهدف ليرفع رصيد الأخضر إلى النقطة 7 ويتوقف الفحيحيل عند النقطة 2. فهد الصلال لبرنامج الديربي. شكرا اخوي فهد، قلت لك للعربي جهاز فني اداري جماهير لاعبين مجلس اداره، وهار لك لنادي الفحيحيل. ابدا مع ابو موسى الطرف الفائز اليوم، مبروك الفوز ابو موسى. هل الاداء اختلف عن مباراه القادسيه السالميه؟ والله شوف البدايه طبعا مبارك حق جماهير نادي العربي ومجلس ادارته وجهاز الفني والاداري واللاعبين. يمكن الفوز اليوم كان فوز معنوي اكثر منه فوز فني، يعني اليوم يمكن الفريق فنيا صراحه ما ظهر بالمستوى اللي احنا يعني كنا متوقعينه، يعني خصوصا ان انت لعبت لعبه ساميه باداء جيد طالع من هزيمه القادسيه. يمكن شوف احنا اليوم قاعد تلاحظ الفريق، انا بوجهه نظري قاعد اشوف انه في دروب بالمستوى. اوكي الفوز معنوي اليوم، والفوز كانوا الاولاد محتاجينه، اليوم انت محتاج الفوز بغض النظر عن الاداء، لكن يبغى اليوم العربي، وانا للحين ما زلت اقول لك المدرب عنده مشكله، يعني المدرب عنده مشكله خصوصا في الشوط الثاني. رتم العربي دائما قاعد ينزل بالشوط الثاني في كل المباريات اللي لعبها العربي الحين هالموسم، شوط ثاني مختلف تماما عن الشوط الاول. نبتدي من لعبه القادسيه، كان شوط اول جيد مسيطر، شوط ثاني للاسف العربي غير موجود في المباراه. هنا اللعبه اللي بعدها لعبه السالميه نفس الشيء، شوط اول جيد ماسك زمام الامور مسيطر على المباراه، شوط ثاني ماكو شيء العربي. اليوم نفس الشيء، العربي الشوط الاول كان هو الافضل، سجل هدفين وان كان ترى يعني مو افضليه مطلقه. شوف ترى اليوم الشوط الاول العربي ما عنده افضليه مطلقه، عنده افضليه في التهديف، لكن اليوم عفوا الفحيل كان ترى الشوط الاول عنده اكثر استحواذ، نعم. عنده اكثر نقل كره، عرفت، لكن العربي سجل. هنا الشوط الثاني بصراحه الشوط الثاني العربي اختفى من المباراه، العربي قاعد يلعب الكره الطويله العشوائيه مسكر ورا. اليوم لازم لابد
من ميشا اذا يبي يستمر في 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 المنافسه على الدوري لابد انه يلاقي حلول ثانيه غير السنوسي. اليوم العربي اعتماده على السنوسي. اليوم السنوسي اذا 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 روقب ومسك وصارت عليه رقابه العربي ما تشوف تشوف العربي قاعد يختفي ما في هجمات. شوف احنا ما كان يميز العربي في الموسم الماضي ابو سعود وفره الهجمات العربي كل شوط اربع خمس هجمات للعربي. اليوم العربي كل مباراه عنده ندره بالفرص. اليوم العربي الشوط الثاني ما عنده هجمه تذكر ما عنده فرصه حقيقيه للتسجيل. يعني هذه مصيبه. اليوم انت لما مشيت عدي الدباغ او هو راح الولد عسى الله يوفقه يحترف هل جبت انت لاعب راس حربه ثقيل بقيمه عدي الدباغ سكورر قوي؟ ما جبت. فهذه المشكله اليوم اللي قاعد تخلق العربي اللي قاعد تحط العربي في مأزق. اليوم انت العرضيات اللي قاعد يعملها السنوسي العرضيات اللي قاعد يعملها فريح العرضيات اللي قاعد يعملها علي احمد خلف هل في راس حربه صريح يقدر يستغل هالعرضيات؟ فهذا احنا اليوم العربي اذا بيستمر بهالمستوى وفي هذا الدروب انا اعتقد العربي في راح يعاني في المباريات القادمه. يعني عنده مشكله صراحه. لكن انا مثل ما قلت لك هو بالنهايه فوز مبارك لهم عليه فوز معنوي يرد شويه ثقه الاولاد في نفسهم يرد معنوياتهم يرفع معنوياتهم وان شاء الله نتمنى ان في المباراه القادمه ان شاء الله يتحسن اداء الفريق. ابو حمدان ما علي اعتذر طبعا انتقل للطرف الخسران وبعد ذلك ان شاء الله عند ابو جاسم وعند ابو محمد. ابو حمدان الفحيل يعني البعض يقول انه صحيح انه قاعد يخسر لكن ما يستحق الخساره. صحيح. حتى اليوم؟ اي نعم. اول شيء ابارك العربي بشكل عام واقول هارد لك الفحيحيل على النتيجه ولكن بنفس الوقت اقول قد لك الفحيحيل على الاداء، اداهم كان بالعكس كان ممتاز وادوا الدور المطلوب منهم. المباراه بشكل عام من البدايه للنهايه يعني ادارها الكابتن ظاهر بطريقه يعني جيده وكان في مرونه تكتيكيه، كان في الهجمات المرتده، كان في الضغط، كان في التحول، كانت الخطوط قريبه من بعض. العربي في المقابل يعني الهدفين اللي دشوا ترى من كرات ثابته، يعني الهدف الاول بدايه الهجمه من كورنر وتسجل الهدف، والجول الثاني اللي هو من ركله جزاء طبعا. غير هذا ما كان في يعني بصراحه يعني خلينا نكون واقعيين يعني العربي ما كان ذاك اللي مسيطر على المباراه او لا فرص كثيره يعني او حتى يعني انا ما اذكر في فرصه للعربي يعني واضحه يعني عرفت. في المقابل الفحيحيل ما توفقوا يعني في كذا كره كان يعني بحاجه الى اللمسه، ما اقول اللمسه الاخيره، اللمسه اللي قبل الاخيره اللي هي صناعه الفرصه، هذا اللي كان ينقص الفحيحيل الصراحه. نعم. اضافه الى يعني هنا الجانب التحكيمي بصراحه له دور يعني في مرات قرارات. نعم. تكون بسيطه بس مؤثره. نعم. هذا شايف التحكيم اثر على فريقكم اليوم؟ انا اشوف ان التحكيم اثر بصراحه مو بس اليوم. نعم. اثر. نعم. اعتقد فحيحيل انظلم في جميع الجولات الاربعه. فحيحيل انظلم في كل مباراه، يعني في كل مباراه يصير في جدل بالنسبه لنادي فحيحيل، سواء ركله جزاء سواء فار عليهم. ففي اعتقد في اداء بالنسبه لفحيحيل. نعم. قاعد يقدم اداء جيد. صحيح. حتى اليوم في خاصه من الشوط الثاني اليوم الثاني نقدر نقول كابتن ظاهر كان يستحق الادواني تفوق على ميشا. ما في تفوق في فترات معينه في فترات معينه. نعم. ما يخسر يعني. نعم. انا اقول خساره. نعم. ما يستحق لفحيحيل. نعم. مو بس المباراه هذه، اربع مباريات كان يستحق افضل من النتائج اللي صارت. نعم. اداء خلال الاربع مباريات جدا ممتاز ومطمن، وصراحه الالتزام عند اللاعبين وطريقه اللعب والاداء في المباراه يعني حتى في تغيير الشوط الثاني تغيير الطريقه ابو حمدان. عرفت. في تغيير الطريقه هو طبعا ثلاث مباريات وشوط لعب 3-4-3. ايه. الشوط الثاني لعب بالاربعه. ايه. حتى بالتغيير ما حسينا ان في فوضى او ما حسينا ما في انضباط بالنسبه للاعبين. ففي مرونه مثل ما قلت، في مرونه تكتيكيه بالنسبه للاعبين في حين. نعم. يعني ارجع واكرر انت ما تقول انه تفوق لكن كان افضل. والله شوف الاداء العربي هذا الموسم بصراحه يعني في دروب مثل ما قال ابو عائشه، افتقد للدباغ. نعم. يعني راس الحربه رغم تسعه ما هو موجود، وعلاء الدالي مو بمستواه وما ادري كان تو راجع من الاصابه. ايه. ففي في في مثل تقول يعني قطعه مفقوده بالنادي العربي اللي هو عدو الدباغ.
نعم. الفحيحيل ترى ترى على فكره ان عنده نقص يعني في في عنده اصابات وفي عنده اللي هو قلب الدفاع عنده عنده حاله طرد المحترف اضافه الى الى في لاعبين مصابين يعني ولا حسينا يعني في هذا النقص. وحتى اللي نزلوا يعني تبارك الرحمن انا عجبني صراحه اللي هو شو اسمه اعتقد اسمه احمد فاضل. نعم احمد فاضل. نعم احمد فاضل لاعب نادي الكويت خامه طيبه صراحه لاعب يعني امكانيات مبين انه يبشر بالخير. اضافه الى ناصر القحطاني يعني يحتاج انه صبر شوي على ما ياخذ رتم المباريات وراجل مكسب كبير لنادي الفحيحيل ناصر القحطاني. ومحمد شلون شفت المباراة؟ مبارك طبعا حق نادي العربي ونقول هار لك النتيجه نادي الفحيحيل وقول لك اداء. طبعا انا اشوف ان العربي محتاج الى هذا الفوز اكثر من الاداء، لان الحين انت تجميع نقاط ما تبي تبعد اكثر، تبي تلاحق على الفرق اللي فوق. فالعربي خذ المهم والاداء اي مع الوقت. يعني لو انت بتلاحظ كل الفرق يمكن وشفنا المباريات احلى مباراه بالدوري هي مباراه واحده نفس ما قلت هي العربي العربي والسالميه اللي شفنا فيها نديه ومنافسه واداء من الاداء كان وايد سر. فالعربي اليوم خذ اهم شيء النقاط الثلاث عشان يلحق على الفرق. لا ولايه محمد شوف العربي ما يعجبه هذا الشيء يعني كجمهور اتكلم حتى كجهاز فني واداري، لانه في بطل الدوري مطالب انه يقدم اداء مثل ما كان الموسم الماضي كان يقدم اداء وكان يحقق النتيجه. ترى في نقطه سبحان الله صارت اليوم المباراه توقيت الهدف ابو عائشه توقيت الهدف يعني عطل فرق ايه يعني يعني لو طايف ربع ساعه ولا 20 تشوف في مرحله الشك لاعبين اي انت تشوف يصير ضغط عليهم راح يصير ضغط عليهم مستعجلين وايد انه يبي يقولون اي نعم. فهي طيب. نفس ما قلت الوقت توقيت الهدف كان الدور كان وايد وتلاحق الهدف الثاني يعني شوف ايه. ترى يعني يمكن 1-0 الفحيل بعده يعني مسك اي عرفت يقدر يرجع حق المباراه، لكن الهدف الثاني شوي خلى الفحيل خصوصا يطلع الشوط الاول يعني نازل الرتم عنده معنيات اللاعبين نازله. العربي المفروض كان الشوط الثاني هذا اللي احنا قاعد نقوله الحين هذه اكثر من مباراه، العربي الشوط الثاني قاعد يدش يسيطر على المباراه قاعد بشكل ثاني اكبر المفروض ان الشوط الثاني يسيطر ويكون عنده اداء افضل، وهو قاعد يدش العكس شوط ثاني فريق ثاني فريق نازل يعطي المنافسين فرصه ان يرجعون حق المباراه. هذا حصل لعبه السالميه، هذا حصل اليوم لعبه القاسيه كذلك. فانت اليوم انت الشوط الاول انت عندك الافضليه، لابد انك تنزل الشوط الثاني تستمر في الافضليه عشان تسكر المباراه. طيب ممكن ان نفتقد مدرب الياقه خليل الجبابي، يعني الجبابي كان عنصر من عناصر نجاح النادي العربي والفوز بالدوري. طبعا اتفق معك وهذه نقطه مثل ما تفضلت كابتن محمد، هذه نقطه مهمه اليوم لياقه اللاعبين قاعد يعني نلاحظ الشوط الثاني الدروب باللياقه. هذا انت من احد اسباب فوز العربي الموسم اللي فات اللياقه البدنيه العاليه، كان الفريق كله 90 دقيقه بنفس الرتم عرفت، فهذا مشكله. طيب وقفه تاجيل الدوري ترى هم تاثر على اللاعبين. خلاص الحين بدينا بعد بدينا انت تاجلت وايد اي ادري بعد تتكلم عن اول جوله ثاني جوله ممكن ودشيت وصلنا رابع جوله مباراه قويه ترى انت تشوف المباريات بدايه الدوري كلها مباريات قويه. نعم فالتاثير هذا اكيد يعني اكيد بياثر اللي وصلوا لك انه ما في منافسه وايد تاجل الدوري. اروح للحالات التحكيميه معنا على الطرف الاخر من الهاتف المحلل التحكيمي وزميلنا ومحللنا الحكم السابق واللاعب السابق كابتن جاسم حبيب. صبحك الله بالخير يا ابو محمد. صبحك الله بالخير ورحب فيك وبالاخوان الموجودين بالاستديو والساده المشاهدين. طبعا تفاجأت بطاقم التحكيمي ابو محمد ولا كنت متوقع؟ لا متوقع يعني الحكام موجودين هنا جايبينهم لمده معينه على اساس انه يديرون كذا مباراه هنا بالدوري، فيعني مباراه العربي والفحيحيل يعني هم راح يحكمون نهائي كاس الامير ولا ما عندك خبر ابو محمد؟ لا والله ما في يعني للحين ما اعلنوا وما قالوا، بس اتوقع ان يعني يمكن يكون حكم كويتي، اتوقع حكم كويتي. طيب خلينا ننتقل للحالات التحكيميه ابو محمد في هذه المباراه اللي ادارها الحكم التونسي سيد غيراط. نبدا بهذه الحاله الاولى، طبعا الفار كان الحكم الاثيوبي. ايش رايك في هذه يا ابو محمد؟
نعم اللقطة هذه طبعا استمرارية اللعب وهو القرار الصحيح، لا يوجد تعمد من المدافع بلمس الكرة باليد. نعم الكرة كانت باليد بس مع حركة جسم اللاعب وهو كان يتحرك، فلمسة اليد هذه تكون غير مقصودة، وحتى يعني طقت الأرض قدامه، فيعني هذه كلها عوامل تخلي الحكم أنه ما يحسب اللعبة هذه كلمسة يد. نعم أبو موسى شو تقول؟ ما في شيء. ما في شيء. ما في. صالح ما في شيء. أبو حمدان أنا أقول بلنتي. ليش؟ يده مفتوحة مو أكبر من الحجم، يعني هل هو عدم التعمد ولا أن إيده صارت يعني صار أكبر من الحجم اللي مفروض إنه؟ لا لا إيده مفتوحة. هي الإيد المفتوحة على حركة الجسم، لو كانت إيده مفتوحة من الثبات وهو واقف وإيده مفتوحة هني تحسب، ولكن إذا كانت بالحركة هذا القانون اللي عطى حق الحكم هو اللي يقرر، وطبعا القرار الصحيح بعدم احتسابها لأن الإيد أصلا يعني هي نازلة، لو كانت أعلى من مستوى الكتف الإيد لو كانت بالأعلى هني كان ممكن تقول بس تعمد. كابتن جاسم إذا تشوف إيده كانت أعلى من الكتف بعدين نزلت على الكرة. أيوة إيده شوف إيده لا لا رد خلي رد اللقطة رد اللقطة بس كرة رقيتها من تحت. لا لا رد اللقطة إيده فوق بعدين نزلت كرة رقيتها من تحت ما في تكبير الجسم تكبير الجسم الكرة طقة هني هو الكرة طقتها من تحت من الأرض لفوق شوف الكرة من على فتحة من الأرض لفوق فتحة اليدين مو على على مكان التوشة وقت لمس الكرة كابتن يعني حتى لو كانت إيده فوق وبعدين نزلها خلاص ما تنحسب لأن وقت لمس الكرة إيده كانت تحت والمشكلة مع حركة جسمه لا راح صدارة طيب صدارة عموما صالح أبو محمد شو تقول ما فيها شيء ما في استفاد منها لا الحين طيب انتقل للحالة التحكيمية الثانية أبو حمود تفضل الحالة التحكيمية الثانية ركلة الجزاء للعربي ايش رايك فيها يا قرار. نعم هني قرار ركله الجزاء طبعا اول شيء ما شافها الحكم بعدين بعد العوده للفار حكم الفار ابلغ حكم الساحه ان توجد ركله جزاء والقرار صحيح شوف في لمس واللمس ادى الى نزف انف اللاعب العربي صار في يعني طلع دم ويعني خلاص مبين انه في لمس يعني لو طالع اللقطه هذه لو كان اللمس بالقدم هني ركله جزاء ويستحق الطرد لكن اللمس تم من ساق اللاعب ساق المدافع فصار في لمس وقرار ركله جزاء صحيح ابو موسى ضربه جزاء ضربه جزاء ابو حمدان ركله جزاء ابو محمد ضربه جزاء طيب نروح الحالة التحكيمية الثالثة يا أبو محمد تفضل هدف الفحيحيل أيمن محمود زعلان هدف الفحيحيل هدف صحيح هذا تلاحم طبيعي اللي دائما نتكلم عنه أن يعني دائما اللقطات اللي مثل كذي هذا شوف جسم ولاعب العربي هو اللي حط إيده بالبداية فجسم ما في قوة زايدة ما في حركة زايدة من المهاجم ما في ركل ما في دفع جسم فتلاحم طبيعي أدى إلى هدف والهدف قرار صحيح من الحكم شو تقول أبو موسى ما في هدف وصالح هدف صحيح أبو حمدان صحيح أبو محمد أوكي روح حق الحالة الأخيرة أبو محمد خلاص هل هناك ركلة جزاء هذه حالة مثيرة للجدل أبو محمد هذه نفس الحالة اللي قبلها تلاحم طبيعي بالجسم ما في أي حركة زايدة من عبد الله الشمالي وقرار صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء تلاحم طبيعي بين لاعبين اثنين أبو محمد محمود بس شوف ريل الشمال ريل الشمال الشمال شوف ريل الشمال الشمال ترى يعني واقف ريله وحجز اللاعب بريله بفخذه لا 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 هني ما شوف ريال الشمال شوف كاي واضحه ترى اللعبه يعني واضحه شوف ما 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 شوف على جسم اللاعب ما راح الكره ما جاس الكره لا لا دخول طبيعي وتلاحم هذا التلاحم نفس الهدف لا لا مو نفسه لا مو نفسه مو نفسه هذول يا بعض ويركضون يعني الكره وهذاك طاح هذا اللاعب الفاحل ويا الكره دائما
دائما شباب الحين الخطأ لازم يكون في خطأ واضح ومؤثر من خلال الدفع الواضح أو الركل الواضح. هذه الحين بالقانون اللعبات هذه بنص الملعب داخل منطقة الجزاء لا تحسب دائما. خلاص الحين دائما الجديد أن لازم يكون فاول واضح ومؤثر ومقنع للجميع. لكن هذه اللقطة خلاص هذه تعتبر. موسى يقول بنالتي، أبو صالح شو تقول؟ بنالتي. أبو حمدان يقول بنالتي. أبو محمد طيب كلهم مختلفين معاك أبو حمود. بالتأكيد أنت يعني محلل تحكيمي ورأيك يحترم ما في شك، ورأي الإخوان أيضا يحترم. شكرا لك أخوي جاسم حبيب محللنا التحكيمي. إن شاء الله أيضا مباراة كاظم والشباب إذا فيها أيضا بعض الحالات التحكيمية راح ناخذها إن شاء الله بعد ذلك. طبعا في هذه المباراة كانت هناك أسعار التذاكر قد ارتفعت من خلال الإخوان في نادي الفيحيل. الزملاء وأخونا فهد الصلال أخذ رأي بعض الجماهير حول زيادة أسعار التذاكر وحضورهم هذه المباراة. شوف ردة فعلهم. ابو جبل هلا والله، ايش رايك باسعار التذاكر؟ طبعا انا بالنسبه حق الفيحيل ما يلامون. ليش ما يلامون؟ نادي شاف الانديه الكبار رفعت، ليش انا ما ارفع؟ الانديه الكبار رفعت، ليش انا ما ارفع؟ ولا عشان انا مثلا؟ طبعا احنا نقول صغير صغير بجماهيره، ولكن بقدرهم كبار فيحيل والانديه بقيه كلهم كبار بقدرهم. لكن احنا نتكلم اليوم لما فيحيل يرفع من حقه، شاف الانديه الكبيره المفروض يعني القدوه الكبار اللي هم يحافظون على الجماهير اللي عندهم قاعده جماهير محافظون عليهم، اصلا المفروض تفتح الابواب للجماهير مجانا بعد، مو بعد دينار وما ادري شنو. لكن احنا نقص حالنا حال العالم صراحه. الاسعار غريبه وعجيبه، يعني الحين انا بديش المباراه، كل مباراه بديش معاش تقاعد، بديش كل مباراه كم بدفع؟ يا نادي العربي يا حبيبي يا بعد شبدي، احنا جايين علشانك، انت تبي جمهور ليش تاذينا؟ يا قطه يا تشرب. يعطيك العافيه، قاعد نشوفك قاعد تمنع الناس من دخول المشروبات الماي والعصير، ليش؟ بعد الاهداف اللي صارت اخر مره قاعد نحاول نقلل من عمليات المشاريع على اساس لا يصير تحذف ولا هالشيء، عرفت؟ بس البعض يقول ليش يعني مو الكل راح يحذف يعني. صح، بس احنا ما نضمن، وهذه تعليمات من الداخليه مو بيدينا، احنا جايتنا تعليمات انه ولا مشروب يدش، فهذا اللي قاعد نسويه. أبي اللي فكر بسعر التذكرة يسويها هالدبل هذا على شنو؟ إدارتكم. إدارتنا؟ قلطانة إدارتنا. بداية إدارتنا خلي تشوف نادينا، لا مدرجات مثل الناس، لا مرافق مثل الناس، لا خدمات مثل الناس، لا نظافة مثل الناس. أنت الحين تاخذ تذكرة 10 دنانير و5 دنانير 3 دنانير على شنو؟ والله أحسن حق النادي زين. حق النادي زين. يعني راضي عليها؟ إي طبعاً راضي. حق الفريق، حق النادي، حق الفريق، حق اللاعبين يستفيدون، شلون يدفعون حق الناس؟ شوف تذاكر اوروبا. لا اسعار التذاكر انا انصدمت صراحه، للحين 3 و5 و10، احنا نبي حضور جماهيري، احنا نحضر بس هم بعد حسب الامكانيات، يعني في واحد مثلا يكون معه عائله 3 و4 يعني عيال يدفع له 20 25 30 دينار يعني بس عشان يحضر المباراه، احنا ما نقصر يعني نين حضر وكذا، بس لازم يكون فيها مراجعه يعني. قبل دينارين الحين 5 دنانير يعني زياده اكثر من 100% يعني. شكرا طبعا الاخوان. باخذ تعليق سريع قبل اروح الفاصل، عندك تعليق على زيادة أسعار التذاكر يوم الفيحيل؟ أعلنوا زيادة أسعار. والله 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 صراحة عفية عليهم، من حقهم. من حقهم طبعا، أنت اليوم أنت اللي تعمله بالناس، الناس تعمله فيك. أنت اليوم أنت كنادي العربي أنت خذيت قرار، هل هذا القرار مدروس ولا هو قرار بس مجرد أنك أنت تبي تستفيد من أسعار تذاكر مباراة واحدة كحضور جماهيري؟ أنت اليوم أنت الخاسر الأكبر كنادي العربي، وأنت أكثر فريق راح يتضرر من هذا الموضوع، لأن أنت بالنهاية انت الفريق اللي جماهيرك قاعد تحضر كل سنه، هي جماهيرك اللي قاعد تملا الملعب.
اليوم لما انت ترفع سعر التذاكر في مباراه القادسيه لانها الديربي وكذا، لكن هل عملت حساب الانديه الثانيه؟ اليوم انت مثل مباراه اليوم نادي الفحيل مع احترامي لا مو نادي جماهيري، اليوم اغلب جمهورك هو اللي متضرر، هو اللي راح يدفع نتيجه قرارك او الفكره اللي انت حطيتها، جمهورك هو اللي راح يتضرر منها. المباريات الجايه ايضا مع الفرق الاخرى نفس الشيء، الفرق الثانيه ما عندها جماهير لكن انت عندك جمهور قاعد يحضر المباراه، فهذا هل هذا القرار اللي انت خذيته هل هو قرار مدروس ولا قرار كان يعني لحظه حاضر على قولتهم؟ طيب. فانا اعتقد قرار خاطئ، واليوم كل الفرق اللي قاعد تحذو حذو العربي فهي بالامانه هي زي تسوي. عندك تعليق؟ اي والله عندي تعليق. بالبدايه قرار رفع الاسعار هو الخطا مثل ما قال ابو عايشه، يعني انت لا تروح بعيد، انت طبعا الكلام انقال وزاد فيه موضوع الملاعب المتهالكه والمنشآت السيئه والارضيه ما تسوى وما تسوى وما تسوى، انت روح انت الحين عندك افضل ملعب على مستوى العالم ملعب البيت اللي هو في قطر مونديال العرب، تدري الدرجه الاولى كم سعر التذكره ابو سعود؟ نعم 90 ريال، تدري كم يعني؟ نعم يعني تقريبا 8 دنانير 8 دنانير كويتي. انت هني المقصوره كراسي مع احترامي يعني الشديد شنو انت موفر له؟ 10 دنانير؟ ف عيد النظر انا. نعم عيد وحمدان ليش رافعين تذاكر؟ والله التذاكر محتاجين احنا يعني سيدي خبرك، لكن هو مو مخالف اللائحه دام انه رفع. نعم. يعني واذا كان في سابقه النادي العربي رفع تذكره مباراه فهذا يعني نعم ما يمنع، لكن انا في يعني كلمه قالها اخوي احمد وان شاء الله انه يتقبلها اني بصدر رحب. الفحيل له جمهور، الفحيل لا تقول لي لا ابو حمداد ما يصير عشان انت لاعب فحيل انت اي جمهور يا ابو انت ضاك انت صغير يا ابو حمداد كانوا يشجعونكم الفرق الثانيه يا ابو حمداد. لا 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 على ملعبنا موسم كامل ما خسرنا ولا مباراه، المنطقه كلها تسكر ايوه مو تسكر من الفرق اللي تلعب ضدكم العربي والقادسيه لا ترى صدق في شيء شي لازم تعرفه، النتائج هي اللي تجيب الجمهور. انا اقول لك الحين لا جمهور لكن النتائج هي اللي تجيب الجمهور. ابو حمدان والله لا لا انا اتكلم عن نادي الكويت قبل فتره، هذا جمهوره للحين؟ لا لا الكويت من قبل عندك. لا شوف عنده جمهور بس الكويت من ايام النهائيات نشوفه الحين عنده. لا الحين اقل الحين عنده عدد الحين اقل. انا اتفق مع ابو حمدان. لا جاب لهم ابو حمدان باكر ينس خد مشلش هني يقول والله الساحل عنده جمهور كلامه لا جمهور. مسعود فريدون يقول الشباب عنده جمهور. قال نقطه وايد مهمه، اليوم انت الفريق الفتره اللي ذكرها كان الفريق عنده عناصر وعنده لاعبين كان جمهور العربي حضر عشان يشوف الهاجري يشوف وحده على جمهور بعد هذا مو جمهور جمهور هذا لا هو يقول جمهور الحين جمهور لا 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 شوف المنطقة العاشرة ترى الشباب والفاحين والساحل يشجعون البطل كلهم يشجعون عدل عدل مسعود يعني لو تتذكر نهائي الأمير كاس يبا والله جمهور لا لا مو جمهور لا تقول جمهور العربي شلون جمهور العربي طقمونا غلونا عاد النهائي تقتنع لا ماني مقتنع لا كيف لكن انا اقول لك زاحم من اكثر جمهور الفاحين ولا الساحل ولا الشباب يلا قول لي لا قبل الحين لا وحمدان صار الساعه الحين اقول حمدان الدور بين وحمدان ال 86 النهائي مع منو كنت انت كنا مع كاظمه لا يبا يقولون سبعه منتخب شلون طاقين لا كانوا اكثر كانوا اكثر طيب احنا وقتها ترى بس الهادي عندك تعليق على رفع اسعار التذاكر؟ والله عندي تعليق من زين الكراسي من زين الملاعب من زين الحمامات ترفع تذاكر ما في حمامات في حمامات وجبات الاكل ترى يعني سناك ترى في حيل لما قال سبعه ترى في حيل كان نجوم لما قال لك سبعه شلون غلبوكم ما يدري انه ظهر في حيل نجوم ذاك الوقت ترى حظ مباراه كانوا لا انا حظ مباراه انا حظ مباراه انا ادري انت كنت وقتها صغير ما حضر لا 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 والله انت وقتها صغير انت موجود موجود انت مالي ثمانيه ما حضر بس انا كنت حاضرها لا حضرتها تقول اقول عن كاظمه ما هي كاظمه قاعده اسال معلوماتك انا قاعد اسال عشان ترى في ملعب في حيل ذاك الوقت قرب الجمهور من الملعب اي صح ما يسوي رعب ما يمنع يقول عني صغير ما يمنع انا عارف يعلم الكبير
خصوصا مع الفعل. ما يبنى. معلومات كلها غلط. انت اللي غلط. معلومات كلها غلط. انت الرجل ما معلومات. الرجال ما معلومات. الرجال ما صح. والنهائي صح وتقول. ولا معلومة صح. ولا معلومات صح. ولا معلومات صح. معلومات كلها غلط. معلومات كلها غلط. كلها غلط. كلها غلط. صباحكم الله بالخير. بناخذ مباراة كاظمة لكن أنا أحزنني خبر صراحة مؤسف وخبر يعني صدمة يعني أمانة يعني اللي 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 يحب كرة القدم ويسمع هذا الخبر أعتقد يمكن يبطل يتابع كرة قدم صراحة يبطل يعني لما تسمع أن برشلونة يلعب في اليوروبا ليج لا هذا هذه صدمة يعني صدمة يعني كم من بوجود الذيب عمرهم ما شافوا اليوروبا ليج لكن شو اقول يا غيبه الذيب بس والله من الذيب الذيب ميسي ما في ذيب غير ميسي الذيب موجود فريق العام كاس الملك هداف الدوري ينافس على الشامبيونز ليج راح الذيب راح برشلونة يعني فريق ابو لعب ها فريق لعب واحد لا يعني ولا ايش رايك ابو حمدان والله هذا مؤثر صح طبعا مؤثر نجاح برشلونه في جيل ميسي صراحه هو نعم. اللي حقق يعني نجاحات لكن تبقى الادارات مؤثره ابو سعود نعم. يعني اللي وصل له نادي برشلونه قرارات اداريه يعني نعم. عرفت كانت خاطئه ووصلت للمرحله هذه نعم. يعني لا تتوقع ان الموسم هذا صارت المشكله مشكلة صار له 5 سنين تقريبا من الجيل الذهبي صحيح عموما ثاني يعني ما ايام عز الفريق ايام نيستا وكزافي وميسي يعني ما سوى الصف الثاني يعني في المقابل شوف مدريد يعني شوف شلون الاداره شلون قاعد تتعامل شلون عنده الصفقات الاحترافيه طيب. لا في نقطه وهذه المفروض على الكل يعني حتى عندنا ما في احد فوق الصرح او النادي او الكيان يعني هذا الكلام لازم الكل يفهمه وهذه الرساله المفروض الادارات توصلها حق اللاعبين نعم. مشكله اذا كان اللاعب اكبر من النادي طيب نقول مره اخرى هارلك للبرشلونيه ونقول مره ثانيه واختم بهالجمله يا 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 غيبه الذيب بس والله راح الذيب عموما خلينا ننتقل لاتصالات مشاهدينا ابدا مع اخوي نشط صباحك الله بالخير صباحك الله بنور يا ابو سعود وحياك طبعا تحيه خاصه للكابتن ابراهيم عبيد اللي كان يمتعنا صراحه بمستواه وانا طبعا المتابعين الفاحيل ونعرف هاللاعب هذا مميز كان بادائه وباخلاقه يعني داخل الملعب خارج الملعب وكانوا يعني تشكيله بنص الملعب هو مع محمد سعد الهاجري وعبد الامير سراج ومحمد زايد الفتره الاخيره بعد كان معاهم فيعني كانوا يتحفونه صراحه بمستوى انا ابو سعود بتكلم على النقطه اللي موضوع اختيار لاعبي القادسيه اللي تطرق لها ابو عائشه وانا مو ضد يعني انا معاه بس مثل ما قال ان 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 صح كانوا يختارون اللاعبين هذيلا بس بعد ما مشى الشيخ طلال هم العدد كان يعني كابتن ياخذون اكبر عدد من لاعبين القادسيه وهم يعني ما ودهم ياخذون صراحه يعني نعرف ان ودهم بس كانوا ياخذون لانهم الافضل واستمر الوضع هذا الى لغايه فتره قريبه يعني حتى اكبر لاعبين بالعمر كانوا ياخذون القادسيه لتميزهم ومستواهم النقطه الاخيره ابو سعود قاعد الاحظ انا التحليل التحكيمي مو بس عندكم باغلب القنوات يعني وباغلب البرامج يغلب يعني العاطفه على المحللين ببعض الحالات التحكيميه ان اذا كان هو مشجع حق النادي هذا او كان يلعب مع النادي هذا او يميل حق النادي هذا يبدا يحاول انه يخلي التحليل يمين يسار للعاطفه بصراحه ولا في حالات واضحه ويزعلون اذا حد ناقشهم ولا كذي طيب محمود انا طيب. بالنسبه لي مشكور يا نشط بالنسبه لي انت على فريق توني وانا اختلف معاك في هذا الامر ان شاء الله محللين التحكيميين بعيدين عن هذه الامور هذه وجهه نظرك انت تشوفه والله بنالتي وشوفه مو بنالتي لا مو يعني محلل هو تكلم مو التحكيم هو تكلم عن يعني لا قاعد يتكلم تحكيم وعن ايضا عن الضيوف انه يميل مع نادي لا هو قاعد عن محلل التحكيم لا لا لا
لا ان على الضيوف انه يميلون مع يتعاطفون مع انديتهم يعني غلطه كذي والله تو ابو عائشه قال بنلتي حق فعيل فمو شرط يعني لا والاخواننا يعني شوف كلهم امانه يعني حتى يمكن ابو حمدان انا اد متاكد وهو من وجهة نظره يشوفها ويمكن مقتنع فيها لكن ايضا في كرة ثانية قال لا ما فيها شيء وقال ثانية نعم يعني نعم بالعكس نعم الناس من هاي شو اللي يشوفونه نعم اخذ اخوي سعد صبحك الله بالخير الو صبحك الله بالخير ابو سعود يا حياك الله الله يحييك الصبح للاخوان الموجودين واخص بالذكر الاخ احمد موسى ابو عائشة صبحك الله بالخير الله يسلمك يا الله يبجيك يعني. انا حبيت اتكلم عن نقطتين نقطة التحكيم أنا اليوم شفت مباراة فاحيل مع العربي وشفت مباراة الشباب مع كاظمة بصراحة متى يعني يكون التحكيم عندنا بهالمستوى هذا أنا بصراحة أقترح أن يروحون حكامنا يشوفون كأس العرب ويشوفون الحكام اللي قاعد يحكمون هناك يأخذون دورة ويتعلمون من عندهم يعني بصراحة الفريقين انظلموا ونادي الشباب اليوم انظلم بسبة التحكيم ونادي فاحيل انظلم بسبة التحكيم النقطة الثانية اللي بقول أن أسعار التذاكر 10 دنانير بصراحة أنا على دورينا هذا وعلى تحكيمنا وعلى اللعب والملاعب اللي موجودة قاعد شوف قطر ما شاء الله تبارك الرحمن يعني ملاعب تحكيم لعب أرضيات أنا بصراحة أخليهم لو يدفعوا لي 10 دنانير أنا ما أروح لهم هناك ليش أنا أروح أدفع 10 دنانير عشان الملاعب هذا وعلشان التحكيم وعلشان اللي قاعد يحصل بالشسم ومشكور يا أبو سعود والله يعطيك العافية مشكور يا أخوي سعد أخوي أنور صبحك الله بالخير أصبح عليك على أخوانك بالكلام يا عبد العزيز يا حياك الله لك العافية الله يعافيك عبد العزيز بس قبل أتي الموضوع أعطني وقت شوية ما راح أطولك كلام صلاح العنيزي عادل سنة موسم 97 وكلام حتى الكابتن أحمد موسى كلام عادل 97 كان رئيس اتحاد الشيخ أحمد الفهد الله يحفظه كان نادي كاظمة مدر ما شاء الله 7 أو 8 لاعبين من نادي كاظمة صح كابتن احمد ويا صالح صحيح 95 95 96 وانت الصاج هاي البدايه اي خذوا الكاس هذا كلامكم عدل اصلح انا بس عزيز بتكلم عن الدكتور صالح خالد الشرجي انا اقول له مع الاسف ما توفقت اللي سامحني نقدرك ونحترمك وكل طلب احترام بشكل كريم ما توفقت في كلامك ما توفقت في سنه من السنين ما اتذكر اي سنه عبد العزيز كان احد رؤساء الانديه يبي يروح حق منتخب الكويت اساس انه ماش عنده يوم منعوه ما خلوه يدش ما ادك اي موسم بس عبد العزيز انا بسال سؤال واجه حق الاخ خالد الغانم وحق اللي حضروا كلهم الهيئه وينكم عن منتخب الكويت ليش ما حضرت حق منتخب الكويت ليش ما هيئتوا ليش ما ازرتوا ليش ما يعني رفضوا معنوياته واللي سمعت انا حيتني معلومه عبد العزيز انه يمنع منعا باتا رئيس نادي امين سر غيره ما يدش التمرين نهائيا سواء قدم طائره ما يحق له شيء بس على اساس انه 12 لاعب نادي الكويت فيها انه ويعطيك العافيه ومشكور يا يعني. منتخب القدم ما عنده مشاركه خارجيه يا انور عشان نكون حقانيين بعد لما كان المنتخب في كاس الخليج كان موجود الاخ خالد غانم الاخ مرزوق الغانم اعتقد اخونا احمد الفضل اخونا يعني كانوا النواب موجودين شفناهم وبعدين حتى ما في مشاركه خارجيه منتخبك ما عنده مشاركه يبي يروح يعازرهم حق مباراه وديه مع سلوفينيا ما ادري مع مع ليتوانيا بس يعني شوف بس يعني اخوي انور يعني يمكن يعني احنا ما ودنا نختلف معاه بالراي وهو يمكن انسان ما شاء الله متابعه لكن ترى موضوع حضور الشخصيات هذا موضوع ترى من ايام الشيخ احمد الفهد موضوع قديم واحنا ايام ما كنا بالمنتخب كانوا يحضرون الشخصيات حتى بكاس اسيا بلبنان بالتمرين كانوا يحضرون مثلا لما نروح لبنان السفير يحضر بعمان نفس الشيء يعني هذا الموضوع هو دعم للاعبين واليوم احنا لا هي الملاحظه ابو عايش ايه الملاحظه اللي ملاحظه على ابو محمد انه يقول راح نحاسبكم لا شوف انه ترى شوف مثلا اذا ما وصلتوا ترى راح لا هو يتكلم هذه كانت ملاحظه ايه الاخوان ايه ترى مو انه ليش راح يشجعهم ولا يساندهم من باب التحفيز من باب انا اشوفه بالضبط بس كان باب التحفيز يعني اليوم كان ندري شيخ احمد كان كله واليوم خالد الروبان كان وزير كايرو اليوم شوف اليوم خالد الغانم ومحمد وهو اليوم بالنهايه ترى يا جماعه هو رياضي رئيس نادي يعني هو في المجال نفسه مو جاي ومو وزير الاشغال وياي بيقعد يكلم لاعبين هو بالنهايه لا يعني شخصيه من هل 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 هالمجال هذا فقاعد يتكلم حتى الوزير الاشغال يحضر ابو عائشه ما عنده يعني مشكله يعني لما يتكلم عن مشكلتهم الاخوان بس كانت ملاحظتهم عتبهم على محمد على هالكلمه انه
لا هذه من باب هذا من باب العشاء ما يبي يهد المنتخب يخلق اي هذا شوف هذه النقطه اللي ذكرها اخوي انوري يعني هذه يمكن باب العشاء ومن باب ان اغلب اللاعبين من ناديه فهو قاعد مثل ما تقول تحفيز حق لاعبين الناديه لانه هو يعرف ومتعامل معاهم فذكر هالنقطه هذه لانه مسعود مسعود خله ما يخالف على هالجزئيه ترى الكلمه لو مطالعه بالاعلام ترى هي عاديه بالنسبه حق اللاعبين لو مطالعه في الاعلام يعني هو من باب انه يا جماعه اللي ما يقدر يلعب يعني خايف انا تصفيات كاس العالم اذا انت تشوف نفسك ما تقدر تلعب خل غيرك يدش خل غيرك يكون طيب. موجود بالمنتخب اخذ اخوي محمد صباحك الله بالخير صباحكم الخير شلونكم شو اخباركم حياك الله حياك الله بس انا عندي موضوعين بختمه يا ريت تردون عليه من النهائي الحين المباراه الكويت والسالميه راح تلعب يوم الجمعه اوكي صح يا عبد العزيز عطيه نعم صحيح يعني هل في حكم فار او في يعني يحسب نادي الكويت ولا يفوز على مضاد السالميه يعني انا بكلمه اخيره ثانيه بختمها معاكم يعني انت تقول كلمه الذيب صح يا ابو سعيد ولا لا صحيح ايوه كلمه الذيب شافي هندال اليوم ما خلى برشلونه يفوز وسويل سويل حويده اقول له مبروك ثلاثه الباير انت اللي فايز برشلونه عبد الرزاق نبي غناية وكذي من غناويك الحلوه ان شاء الله حاضر من عيون الثنتين بس نقطه ارجوكم تعطيني نقطه الاخيره تفضل الحين لاستغاله الشيخ احمد اليوسف يا عبد العزيز عطيه يعني اتمنى احمد اليوسف يستغل ويجيب لجنه ثانيه لجنه اتحاد الكويتي كره قدم اتمنى يستقيل وخلاص تعبنا هالمشاكل رياضه ما تنجح رياضه ما تسقط خلاص استقيل انت عمرك 60 سنه استقيل وتعقد وخلاص طيب بس اوكي مشكور بس مشكور اخوي محمد مشكور اخذ اخوي عبد الله من المملكه العربيه السعوديه شقيقه صباحك الله بالخير يا اخوي عبد الله السلام عليكم مساك الله بالخير اخوي عبد العزيز عليكم السلام حياك الله عليك على وجهك الكرام حياك الله يا جلاد الطواقي اقول هذا لك وشيء برشلونيين اليوم الخروج لكن زي ما قلت فرغاب الذيب راح الفريق زي ما عندنا النصر راح حمد الله والظاهر الفريق بيتفعل زي طريقة برشلونة أنا أتكلم عن المنتخب السعودي لسه المنتخب السعودي المشارك الفريق الرابع أو الخامس كله علشان يريحون فريق الدلال نادي الهلال هذا عندنا الحين نادي الناظر الناظر الهلال بسقاط السعودية ما تدخل أندية مدعوم غير طبيعي ثاني شيء اشوف عبد سعود الحكيم سعود عبد الحميد يعطينا الكابتنيه ويلعب غير مركزه انا قلت هالشباب اللي عندي قلت هذا بروح الهلال عطوه واليوم تاكد كلامي وقع مع الهلال طيب معي اخوي سعود العيد وياك وما لعب مشكله عنده لا ينظر ما لعبنا ما لعبنا تعبانه وشلون شلون البطولات يا اخي قطر احسن احسن دوله تنظيم في الملاعب وكل شيء والله يا اخوي عبد الله أول شيء أشكرك مع أني أختلف معاك يعني في بداية كلامك يبقى يعني خلنا نحترم الفرق ونقدرهم والجماهير ونحترمهم ونقدرهم النقطة الثانية يعني أنت تنقد على ملاعب سعودية غريبة يا أخوي عبد الله ملاعب سعودية يا رجل إحنا نتغنى فيها إحنا ككويتيين نحلم عندنا ملاعب نفس ملاعبكم ملاعبكم تقارن بملاعب الدوحة بنفس المستوى نفس الإمكان نفس الحلاوة نفس الجمال نفس يعني ممكن الاخوان في الدوحه بحكم انه قاعدين بينظمون كاس العالم الملاعب جديده على مستوى احدث يعني من ملاعبكم لكن في النهايه ملاعبكم على الاقل فيها كراسي فيها حمامات عزك الله فيها مصافط مواقف فيها ارضيه محترمه ما يعني لا تظلم ملاعب السعوديه يا اخوي عبد الله النقطه الاخيره ايضا انا قلتها من قبل يعني لا اللي 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 ياب حمد الله بغير حمد الله وان شاء الله مع السيد ميغيل انخل روسو اختيار ان شاء الله موفق ودائما انا اقول حق النصراويه وجماهير العالمي خلكم متفائلين ومع سمو الامير خالد بن فهد خلكم متفائلين اكثر واكثر وهذا الرجل دائما هذا الرجل انا اقول عنه كلمه واحده فقط لسمو الامير خالد بن فهد متواضع في كل شيء إلا أحلامه هذا الرجل متواضع في كل شيء إلا أحلامه والأحلام اللي تخص طبعا نادي النصر وبطولات النصر وتحقيق إنجازات لنادي النصر فتأكد إن شاء الله أحلام خالد بن فهد ستتحقق
ببطولات وانجازات مع العالمي. اخذ اخوي حمود، صبحك الله بالخير. اخوي وعليكم، صبحك الله بالنور ابو سعيد. يا حياك الله. حييك وحيي الاخوان، اليوم سعداء باستضافه المدربين الوطنيين المميزين حياهم الله، وتحيه ايضا لاصحاب المكان الاخ احمد موسى ابو عائشه والاخ صالح النيزي. اليوم الصوت تعبان ابو سعيد دنشله، لكن اصرينا. سلامات سلامات، ما تشوف شر حبيب، ما يجيك ان شاء الله. نشارك اليوم اول شيء نعطي راي في موضوع التحكيم. انا اميل مع راي المتصل، اللي هذا راي طبعا، اللي قال ان بعض الحكام وليس الكل، هو يقصد طبعا الكابتن جاسم كونه عرباوي، انه ما يحرج ايضا الحكام زملاء الحكام، مع انه الحكم يفترض انه يكون رايه مباشر ولا يجامل فيه مهما كان هذا الراي يعجب البعض او لا يعجب البعض الاخر. بالاخير بالنسبه ل حضرت نقاش بين الكابتن احمد وكابتن صالح فيما يخص لاعبي المنتخب في 82، وهو في عام 82 كان 6 لاعبين من كاظمه بالضبط، كان 3 لاعبين، 3 لاعبين والله قاعد اقول بالضبط. قال لي عندهم، انا اقدر اعدهم يعني اذا تبونهم نعدهم لكم، ما عندنا مشكله. طيب الله يحفظكم، مشكور مشكور يا اخوي حمود. اخر اتصال اخوي طلال، صبحك الله بالخير. انت قاعد تودي الحوار، صبحك الله بالخير اخوي عبد العزيز. انت الثمانينات، انت تتكلم عن 82. تفضل تفضل يا طلال. اصبح عليك على الكبات الموجودين. يا حياك الله. الدوري شغال. اول شيء انا اقول لك رساله لك يا اخوي عبد العزيز، اليوم وجهها لك الاعلامي الحبيب طارق الحمادي ويا ابو حمد. قال الكل يتحكى الا عبد العزيز، فانا اقول لك لا يرهبونك، تحكى وروح ودربك خبر. الله يسلمك. ايمون طارق، ايمون صديق صديق وزميل عزيز حبيب حبيب وعسل، بس انا اقول لك لا احد يرهبك، جوهد يا ابو سعيد. الله يسلمك. اثنين، انا اسال احمد موسى، كابتن احمد شنو الهدف اللي ميشا نزل علاء الدالي وبدر طارق وعبد العزيز سليمي وبندر السلامه؟ يعني يعتبرون الاربع عندهم نزعه هجوميه. انا اشوف من يوم نزلهم اختل الفريق نهائيا، وبحيحيل سيطر سيطره كامله. فبدي وجهه نظرك بهالشيء. والعنيزان انا احبك لله بلله، وكل اللي تقوله صح ولا غلط انا معك، كل اللي تقوله. الله يسلمك. بس ابو عايشه لا يزعل. مشكور مشكور. تعليق مشكور يا طلال، تعليقك. والله شوف انا تغييرات ميشا طبعا انا اتفق معاه، واعتقد انا يمكن من المباراه اللي فاتت وهني بالبرنامج ذكرت عن اللي قاعد يسويه ميشا صراحة، والتبديلات الغريبة العجيبة اللي قاعد يقوم فيها من لعبة الغاتسية بداية، لما شال السنوسي من ناحية اليسار الشوط الثاني وداه ناحية اليمين، وعمل تغيير يعني فاجئنا كلنا فيه. نفس الشيء لعبة الثانوية اليوم، نفس الشيء. أنا اتفق مع أخوي طلال، يعني اليوم التبديلات اللي عملها كان يفترض أنها تعزز القوة الهجومية للفريق، لكن هي للأسف سلمت المباراة حق نادي الفحيل، سلمت كل زمام نص الملعب، سلم نادي الفحيل بعد نزول اللاعبين. واعتقد يمكن اجهاد، يمكن اللاعبين يعني في اجهاد صراحه، يمكن اشكناني، يمكن اللي استبدله، يعني في اعتقد في اجهاد، وفي طبعا اصابه عيسى وليد كذلك، هذا تبديل الطوارئ. طيب ابى اروح سريعا لتقرير مباراه كاظمه والشباب مع زميلنا خلف العنزي. انا ابي منافس، ابي احقق بطوله بظل الامكانيات اللي عندي. لا، انا ابي احقق بطوله. كاظمه استقبل الشباب في اولى مباريات الجوله الرابعه من دوري اس تي سي الممتاز. مباراه بدات عاديه، لم تشهد وصول لمرمى الفريقين. اول فرص المواجهه جاءت بهذه الطريقه، لعبها لافه برا السته بالتاكيد، خطيره خطيره، جول. اول فرصه في المباراه. شوط أول انتهى سلبياً أداء ونتيجة. الشباب كاد أن يفتتح التسجيل مع بداية الشوط الثاني، لكن لحسين كنكوني رأي آخر. كاظمة حاول الهجوم رغبة بتسجيل هدف، والشباب لم يقف مكتوف الأيدي.
أدواردو تحصل على ركلة جزاء احتج عليها الشباب كثيرا، والجمالي أكد قراره بعد رجوعه لتغنية الفيديو. شبيب الخالدي سجل من خلالها هدف المباراة. سبع دقائق وقتا بدل الضائع لم تسعف الشباب من تسجيل هدف التعديل لتنتهي المواجهة بانتصار كظماوي صعب. من بداية الدوري في أخطاء يعني من الحكام، لكن بس في فار أحمد، في فار طبعا. يعني لقطه اليوم كان وقف 5 ثواني بالضبط وراد مره ثانيه حسبها، يعني حتى ما اخذ وقته وما كان بيشوف الفار يعني لو مو احتجاج الجهاز الاداري واللاعبين. لكن ما بحط العذر بالحكام، يمكن لعبنا مباراه ممتازه اليوم، الفريق قاعد يلعب احسن، يمكن اول مباراه القادسيه ما كنا زينين، لكن الحمد لله يعني مع المباريات الفريق قاعد يتحسن وان شاء الله النقاط راح تجي مع الوقت. بس وضعكم في خطر والله. طبعا طبعا يعني اكيد 4 مباريات عندنا نقطه، لكن ان شاء الله مثل ما قلت لك يعني هي تفاصيل صغيره هي اللي قاعد تحسن المباريات حق الفرق المنافسه. يمكن لازم اليوم نقدم اداء ونتيجه، اليوم ما قدمنا لا اداء، يمكن خذينا 3 نقاط من ضربه جزاء. لازم تكون عندنا رده فعل خلف. مو راضي حمد؟ لا مو راضي، لازم تكون عندنا رده فعل خلف. يمكن احنا اليوم مجلس اداره يمكن ياب لنا محترفين، ياب لنا لاعبين محليين على مستوى عالي. اليوم اذا هذا ادائنا ممكن احنا ممكن يعني راح نتم نفسنا احنا ناخذ المركز الرابع ولا الخامس، يعني لازم تكون عندنا رده فعل، واحنا راح نقعد مع بعض ونراجع حساباتنا ونقدم مستوى افضل منه. يعني انا يمكن زعلان اليوم، يعني امكانيات اللي عندي المفروض لازم اقدم مستوى ونتيجه يعني، لكن الحمد لله انت الاهم هو كان 3 نقاط. على كلامك الطموح مختلف بالنسبه لك حمد؟ اكيد لا، الطموح اكيد انا بمنافس ابي احقق بطوله بظل الامكانيات اللي عندي، لا انا بحقق بطوله. شبيب الخالدي اعتلى قائمة هدافي دورينا ب4 أهداف. بهدف شبيب الخالدي من ركلة جزاء الذي شهد احتجاجات من جانب الفريق الأزرق، كاظم اعتلى صدارة الترتيب ب10 نقاط مؤقتا، والشباب من 4 مواجهات حقق فقط نقطة يتيمة. ببرنامج الديربي خلف العنزي. مشكور اخوي خلف. قبل اروح حق ابو محمد بس عشان ابو حمود عنده يعني مرتبط ويبي يرتاح يبي ينام فما نبي نتاخر عليه، بناخذ الحاله التحكيميه الوحيده في المباراه ركله الجزاء او حالتين يمكن بشكل سريع عندنا بناخذهم مع ابو حمود. صبحك الله بالخير من جديد يا ابو محمد. نبدا مع الحاله التحكيميه الاولى الخاصه في مباراه كاظم والشباب بشكل سريع. جاهزة يا أخوان؟ محمود صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير وياك. أوكي، هذه أول حالة تحكيمية كانت هناك مطالبة بركلة جزاء. لا طبعا هذه أول شيء يعني مو واضحة، وإذا كانت يعني باليد، اليد على الجسم وما فيها ركلة جزاء. نعم. أنت شو تقول أبو موسى؟ ما تبين. أبو صالح مو واضحة. مو واضحة. ما فيها شيء؟ ما فيها شيء. طيب الحالة التحكيمية الثانية محمود معك. هني ما حسب شيء الحكم. ما فيها شيء. هني شوف بدايتها هني أنا مع قرار الحكم أن ما في شيء. كان في مسك خارج منطقة الجزاء. المسك الغير مؤثر اللي ما يطيح اللاعب، هني اللاعب بعدين هو بحث لما دخل داخل منطقة الجزاء بحث عن الركلة وقط نفسه، شوف الدايفنج السقوط بهالطريقة. نعم. هذه أصلاً يعني المسك لازم يكون مسك مؤثر ويعيق. نعم. حركة اللاعب. يعني أنت تقول ما في شيء؟ لا ما في. أبو موسى يعني ما في شيء. صالح أنا أقول فاول برة 18. فاول برة 18. لأنه جرى من فانيل جرى. لا بس عادية كان يقدر يكمل فيها اللاعب. بس جرى ولا ما جرى؟ يعني خل طيحته ما شغل مثل بس جرى ولا لا؟ في بس خفيفة. يعني على نوعية الطيحة تحسب يعني الفاول ولا لا لا ولا الفاول موجود في مسك ولا ما في مسك؟ هذا رأيي. شلون؟ مو على نوعية الطيحة شباب، مو على نوعية الطيحة. أبو حمدان كابتن إبراهيم عبيد يقول في سحب، أنت تقول في سحب ولا ما في؟
هذا والنعم في كابتن. انا اقول سكر. في شد الفنيله لكن الشد الغير مؤثر اللي ما يسقط اللاعب لكن شاف اللاعب نفسه داخل منطقه الجزاء فاسقط نفسه. وهم بنفس الوقت لا يستحق انذار للتحايل لانه بالاساس كان في مسك بسيط. ابو محمد شو تقول؟ لا لا ما في شيء. طيب الحاله التحكيميه الثالثه ابو حمود. اوكي ركله الجزاء المحتسبة أبو حمود. طبعا هو أول شيء حسب اللعبة وبعدين هم من بعد الاحتجاجات راح شاف الفار. يعني أنا للأمانة أستغرب من القرار، قرار خاطئ من الأساس باللعب. ما في ركلة جزاء، ما في ركلة جزاء. هذه إيد اليمين ابدا، هذه الايد هذه ما تنحسب عليها ركله جزاء. يعني التحام او شيء التحام. خل اسمع ابو حمود بس. ابو حمود يعني رايك انه لا توجد ركله جزاء؟ لا توجد ركله جزاء وللاسف بعده ذهب للفار وشيك ورد، لكن هني هذه كلها تلاحم طبيعي اثنينهم بينهم بين بعض. طيب. اللاعبين فمو يعني هذا المسك اللي تحسب عليه ركله جزاء. شو تقول ابو موسى؟ ما في شيء. مصالح ما في شيء. ابو حمدان ابو محمد بلنتي. طيب في حاله اخر حاله ابو حمود، اخر حاله تحكيميه تفضل. لاعبي الشباب طالبوا بركله جزاء هني والحكم مشاها. لا هني لا توجد ركلة جزاء، قرار سليم من الحكم. طيب. ركبة اللاعب كاظمون يقولون الركبة مو الإيد. شوف الركبة محمد. أدري أنا أشوف الركبة اللاعب لما يرتقي بهذا الشكل. أنت تشوف الركبة من هاللقطة تبين لك أنه في ركلة جزاء. شوف هذه اللقطة من الخلف. شوف اللقطات الجانبية الثانية. لا ما في أي ما في أي ركلة جزاء. أبو موسى بنالتي. مصالح يقول بنالتي. ابو حمدان اشوف ما فيها شيء. ما فيها شيء. ابو محمد ما فيها شيء. طيب شكرا لك ابو حمود، الله يعطيك العافيه. ابو محمد حمد حربي واضح يعني الكظماويه غير راضين عن الاداء. طبعا مسعود شوط اول من الفريقين ما في اداء وكان يعني من ممله جدا المباراه. الشوط الثاني تبديلات كاظمه اعطت حيويه شوي حق الفريق، مثل اللي ناصر فرج والمحترف الارسان، فشفنا شويه قام يبادر كاظم. بس بتقول لي المستوى؟ لا ما في مستوى. اعرف لاعبين كاظم عندهم احسن من هالمستوى. نعم. لكن المهم خذينا الثلاث نقاط وهذا اهم شيء يعني. نعم. طيب والمستوى اي مع الوقت بسعود. طيب ابو موسى عندك تعليق على المباراه؟ والله انا مو على المباراه، انا عندي تعليق على الكابتن حمد حربي صراحه. اصفق له على ثقافته وعلى كلامه وعلى عقليته. امانه هذا مثال يحتذى به يعني في 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 شبابنا الرياضي وفي لاعبين كره القدم. اليوم لما يكون لاعب بهاي الثقافه صراحه فهذا قدوه حسنه امانه. اليوم الريال قاعد عارف قيمه المجهود اللي قاعد يتعبه النادي، الفريق، الاداره، الجهاز الفني ولاعبينه. فطموح اللاعب هذا طموح، يعني نتمنى كل اللاعبين يكون هذا طموحهم. نعم. مو بس بالانديه اللي تنافس، حتى في الانديه الثانيه لازم يكون طموحك نفس طموح اللاعب حمد حربي. فانا حيي صراحه على كلامه. حتى ابو صالح شوف يعني انا اقول نادي كاظمه يعني هدف النادي مو واضح للامانه. قاعد تجيب لاعبين، قاعد تجيب على مستوى عالي يعني خاصه شبيب، تكلم عن ناصر فالح، لاعبين على مستوى عالي ممكن يوصلك للبطوله. بس انت بالمحترفين الخارجيين صح، بس هدف النادي مو واضح. انت يعني ما حد يدري الا يبي بطوله. ما حد يدري نادي كاظمه يبي بطوله. لا اكيد يبي ولا يبني فريق. لا اول لاعبين هذا اللي مسويه اكيد يبي بطوله. انت بطوله. طيب انت الحين يعني صرت فوق بسنتين، خلال سنتين كنت فوق 23 محترف. طيب بس انا اشوف يعني حتى سوء الاختيار بالنسبه للاعبين الاجانب المحترفين. نعم. في خلل في الاختيارات. طيب. انا وياك اتفق معك. طيب ابو حمدان مباراه ممله فنيا. والله شوف يعني للاسف انا كاظمه انا معجب فيهم من عمر يعني كفريق لا يعني اداء معين وسيستم ماشي من المراحل السنيه. ميزه كاظمه يعني داخل الكويت مدرسه بروح نادي كاظمه بالنسبه للاداء بالنسبه للمستوى. كاظمه اجتهادات مجلس اداره يبون يوصلون شيء، لكن شلون تصيد التوليفه هني يعني لازم تكون في يعني العين الفنيه الصح اللي موجوده في الاداره انه في عمليه اختيار المحترفين. بس محمد انت المدرسه تتكلم عنها
في السابق مو الحين. اي طبعا طبعا إيه. انا اتكلم لا 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 اتكلم بالتسعينات اتكلم من عمر الثمانينات المدرسه هذه إيه؟ يعني لا لكن حاليا كامله بس لا بس كاعلام كاعلام كلام بحمدان للحين الاعلام يقول ان كاظمة افضل فريق يلعب كره قدم هذا للحين الناس تقول يقولونه ان الفريق يستحوذ والفريق ينقل كره ومش عارف بس لا مو صحيح هذا الكلام لان المراحل فيها خلل طيب مراحل سليمة بالعكس يعني كان في خلل والحين الاخوان مجلس اداره اتوقع انه عالجوا هالخلل طيب شلون بس اجتهاد مدربين من احسن مستوى جهاز اداري من محترفين اللاعبين المراحل ولا المراحل المراحل انا كنت فان شاء ان شاء الله بالمستقبل لا لا بس طيب. في بس في نقطه في نقطه بشكل سريع وصالح في نقطه في لاعبين مميزين في لاعبين مميزين فريق 20 وفريق 17 اعتقد طلعت قاعد يطلعون راحوا النادي العربي وراحوا نادي ثاني انت شلون انت قاعد تبني الفريق وانت انت خذيت انت عندك بالفريق الاول عندك نقص مكان معين مراكز فانت سويت تبادل طيب شكرا لك احمد موسى شكرا لك محمد فلشاوي شكرا لك كابتن ابراهيم عبيد نورتنا شكرا لك كابتن صالح عنيزي شكر لرعاة وداعمينا شركه ونرز العالميه معقمات هايجين وميابيرين الشكر لاطياب القمه الشكر لمعرض الوجاهه للاقمشه الشكر لديرندير الشكر لشركه اتش واي سي ام الشكر لمعرض بريمير سبورت وكلاء جيفوفوزيس في الكويت شكل لمعرض أسد ملابس الرياضية شكل لمتادور ديزاين قبل لا أختم مخرجنا ما عليه في حساب يعني متزامن مع الحدث اللي عشناه حول برشلونة وميسي الحساب حق أخونا نواف أمانة يعني أنا اخترت حساب نواف بسبب تغريداته عن ميسي لأن أنا اللي كاتبه هو أعتبرها صراحة حكمة يعني أول لا لا شوف أول حكمة شوف أول حكمة يقول في أول موسم بعد رحيل ميسي برشلونة يخرج من دور المجموعات لأول مرة من 20 سنة وفي الدوري الأسباني انتهى طموح المنافسة على الليغا من الجولة 15 لأول مرة من سنوات اسمع هالحكمة يقول سنرى أندية تصنع لاعبين ولكن لاعب واحد يصنع فرق تلك معجزة ميسي شنو الحكمة الثانية الحكمة الثانية هذه حكم حكمة نواف هذه الثانية اللي هم يقول برشلونة وصل لمرحلة الفريق اللي ما تشجعه بس تحزن عليه الله السلام الله حكمه حكمه الله يا نواف ادعوكم لمتابعه حكم لا 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 نواف تذكرني بحكم عزيز الحجي الفريق اللي ما تحزن عليه تضحك عليه بعد تضحك عليه برشلونه مورينيو قال عنهم قال فقاعه وراح تنفجر وفجرت نلقاكم ان شاء الله باكر الى اللقاء